جزمه ومين اللي بعتك يابا؟ انت حاضر يا باشا. انا كومبريسور يا باشا. انت مين يا كومبريسور يا باشا؟ كومبريسور يعني ايه؟ كبير البصاصين يا باشا زي ما كنت مسميني. الراجل بتاعك يا باشا. ما يقدرش يعتب هنا. ده انا كنت اشبشب له وانسر اللي في رجلي على قفاه العريض ده. بس يا بت هما يا ابني كانوا متجوزين وما حصلش نصيب، مشوا الشمال خلاها تطلب الطلاق، حاولت تصلحه كتير لكن ما فيش فايده. لكن تقول ايه بقى؟ ده الكلب عمره ما ينعدل. طب وبلطجي زي ده وماشي شمال انا اعرفه ليه؟ بتاع ايه يعني؟ من ناحيه تعرفه فانت كنت فعلا تعرفه. انا لو ما كنتش اعرف بموضوع الذاكره بتاعتك ده كان زماني استغربت انت ازاي اصلا ما سالتش عليه ولا جيت من غيره. ده كان زي ضلك كده مش بيفرقك. طب اسمعوني بقى كويس، انا مش عاوز الواد ده يعرف اي حاجه عن موضوع فقداني للذاكره. حاضر. علشان اعرف استدرجه وافهم منه اللي انا عاوز افهمه. هو قال لي هنكمل كلامنا في المستودع بقى. ايه المستودع ده وعنوانه ايه؟ يا دي النيله، حتى ده مش فاكره. يا بنتي بقول لك مش فاكر اي حاجه، اعمل ايه في بنتك دي؟ يا بنتي اسكتي شويه. طب خلاص ما تزقش انا هوصفهولك. لا استني انت بقى، انا هقوم اغير هدومي وتوصفي لي بالتفصيل الممل. ماشي يا بنتي. عن اذنكم. اتفضلي يا حبيبي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عربيات وموتوسيكلات وتلفزيونات. يا نهار اسود، دي مجموعة مختلفة من الأواضي، يعني لو حد جه لقاني في المكان ده بالحاجات دي كلها أنا أقضي بقية عمري في السجن. الله يخرب بيتك. مؤاخذة يا باشا بس برضه وجايبني هنا؟ ما تاخذنيش يا باشا، من ساعة ما أنت اختفيت يعني وإحنا بنلقط أكل عيش. أديني جيت أهو يا سيدي. مفيش بعد كده الكلام ده خالص. أوامر يا باشا. وحشتني إيدك التقيلة يا باشا. معلش بقى كومبريسور. انا عارف ان ايدي تقيله بس الدنيا كانت ضلمه وما كنتش شايف كويس. يا باشا انت اللي متاخذنيش، انا اللي مترجمتكش بسرعه وكنت فاكرك عيل ملهوف على ناني فجيت جري. انا برضو متوقعتش ابدا انك انت تروح لها وانتم مطلقين. عيب يا اخي، ما تجوزلكش. عندك حق يا باشا، بس انا برضو متوقعتش ان سعادتك عايش. نعم ليه بقى؟ هي معلوماتك عني ان انا مت ولا ايه؟ بصراحه اه، معلومات ان انت مت ايام الثورة. بعد الشر عليك انا باشتنا. اديني لسه عايش اهو يا سيدي. ما هو ده بقى اللي مخليني فرحان ومزقطط من الفرحة وعايز اوزع شربات على الناس كلها. بس قول لي يا باشا. اقول لك ايه؟ هو ايه اللي بيحصل في البلد؟ ايه العبارة يعني؟ انتوا يعني مرقدين لهم عشان نرجع نرقشهم ونحطهم في الجحور تاني؟ انت شايف ايه يعني؟ قولي وجهه نظرك، يعني احب اتعرف على وجهه نظرك. قول. انا مش شايف حاجه يا باشا، انا نظري ضعف وبطاريات مخي فضيت ومبقتش فاهم حاجه. يعني احنا كنا بنتصدر اكتر من كده مليون مره يا باشا. عندك حق، كان زمان بقى، ايام زمان. اه يا باشا كانت ايام جميله. انت كنت بتليفون يا كومبريسور انا عايز الشارع الفلاني اللي فيه الانتخابات والجنه الانتخابات تتقفل قبليها باربع شوارع. كانت الشوارع دي بتبقى مردومه، اي حد يفكر ولا توز دماغه انه يدخل كان بيتكسح. الراجل يلاقي رجاله واقفين له، ستات يلاقي نسوان واقفين لهم. كانت ايام. فاكر طبعا فاكر. دي كانت ابسط حاجه بكلفك بيها. ده كان في حاجات اتقل من كده بكتير. احكي لي احكي لي بقى. احكي لك ايه ولا ايه يا باشا؟ كم واحد اتاوى؟ كم واحد خد قرصه ودن؟ كم واحد خد علقه موت؟ كم واحد جبتهولك من تحت تقطيع الارض يا باشا؟ طب وتفتكر بقى واحد عمل كل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي العيال بتوع الثوره دول ممكن يعلموا عليه؟ ينفع؟ اه يا باشا، البق اللي انت قلته ده هيطير لي برج من نافوخي. محسسني ان في خطه متينه، وجودك النهارده ده اكد لي ظني ان احنا هنرجع تاني لزمان وايام زمان. اه بس الخطه دي محتاجه كتمان جامد يا كومبريسور، ما ينفعش كلمه تطلع بره. هو يا باشا كومبريسور عمره طلع لك سر بره؟ لا بس الخطه دي بالذات علشان تنجح لازم فعلا مفيش كلمه تطلع بره. لازم كل الناس يبقوا فاهمين ان انا لسه ميت.
كل الناس اللي كانوا شغالين معانا، حتى لو كان ضابط زميلي في الجهاز، لازم محدش يعرف اطلاقا اني لسه عايش او انك قابلتني اصلا. تمام يا باشا، اعتبر نفسك في كفنك وعينيا بالدم عليك. ايه السيره الزباله دي؟ الله يخرب بيتك. مؤاخذه يا باشا، ما تاخدنيش، انا بحاول يعني اخليك تثق فيا اكتر. احنا هنبدا الشغل انت يا باشا قريب، قريب ان شاء الله. بقول لك ايه، فاكر الواد اللي ما كناش عارفين نجيبه وبعتك انت عشان تجيبهولي؟ ما كتير يا باشا. انت قصدك على الواد اللي احنا جبناه من الصعيد من وسط القصب اللي هو ابو دقن ده؟ لا مش الواد ده، التاني بقى، التاني. الواد تاجر المخدرات اللي غير شكله وفتح محل دهب في اسكندريه؟ ولا قصدك على الواد اللي اتخطف ولحقناه قبل ما العصابه تنفذ فيه وتقتله؟ ايوه هو ده. طب ما ده رجعناه لحضن امه، وزمانه دلوقتي في ثانويه ولا في جامعه، هو اتخطف تاني؟ لا مش هو، بس يعني احنا داخلين قريب على شغل كده شبه ده، فقلت افكرك، لا تكون ناسي بقى كمان واقعد افكر فيك. انا مش عارف يا باشا انت ليه ثقتك بدات تقل فيا يعني. لا يا عم ولا قلت ولا حاجه، انا بس بفكرك، بفكرك. تمام يا باشا. تشرب حاجه؟ لا. امرك يا باشا. بتعملي ايه بالظبط لما تدخلي للدكتور زي؟ أنا لما بدخل للدكتور زايد بعمل شغلي كممرضة، يعني أغير جلوكوز، أغير قسطرة، إنما الأجهزة دي أنا ما بفهمش فيها، يعني الجهاز ده محتاج حد يكون بيفهم فيه وعارف هو بيعمل إيه بالظبط. تعرفي إيه عن حالة الدكتور زايد؟ أنا جراحة أصلاً، أعرف حاجة بسيطة جداً عن حالة الدكتور زايد. دكتور حسين هو اللي ماسكها ثانية بثانية. كل اللي حصل إن أول ما الجهاز موقف رحت أنا جريت جري على الأوضة وعبير دخلت معايا في نفس الوقت، بعد كده دكتورة حنين جت وساعدتني إن أنا أنقل دكتور زايد للجهاز القديم. بس كده. بتشك في حد يا عبير؟ لا يا بيه، انا لا بشك في حد ولا بتهم حد. يا بيه انا غلبانه وباكل عيش. ارجوك يا بيه ما تورطنيش في الموضوع ده اكتر من كده، سايق عليك النبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بص حضرتك، اللي انا متاكد منه انه اللي عمل كده من جوه المستشفى. ليه بقى؟ لانه مستحيل حد يدخل من بره المستشفى يعمل اللي عمله السودا دي ويخرج تاني. في حد في دماغك؟ لا مفيش حد في دماغي الحقيقه، يعني لو اعرف اكيد هقول لك، بس انا مستحيل اعرف. منهم لله اصحاب المستشفى دول، خلاص مفيش رحمه ولا انسانيه. يعني ايه يقولوا لك النهارده اخر يوم لينا في المستشفى؟ هو انت يا بنتي قلتي مش دافعين؟ بالعكس، انا كل اللي طلبته مهله لحد ما بيع شقتي، للاسف مش لاقيه مشتري. ده انا حتى عرضت عليهم عقد بالشقه مقابل الفاتوره ورفضوا. تبيع شقتك ده ايه؟ هو انت يا بنتي حيلتك غيرها؟ دي كل اللي حيلتك في الدنيا. المهم صحتك يا ماما. يا حبيبتي انا مش مهم، وانا يعني هشتري عمري فوق عمري؟ بعدين الاعمار بيد الله، والحي يا حبيبتي ابقى من الميت. يعني تبيعي شقتك وتتشحططي انت ولادك في شقق للايجار؟ لا يا حبيبتي لا، انا مش هرضي كده ابدا، انا هخرج بنفسي حتى لو ما خرجونيش. ما تقلقيش يا ماما، ان شاء الله ربنا يحلها. كنت تقصدي ايه بالكلام ده؟ أقصد ان بيتش فاهمة حاجة خالص. حضرتك سألتني مليون ألف سؤال وبمليون ألف طريقة وبمليون ألف أسلوب، وسألت كل واحد بيشتغل في المستشفى دي، ده انت نشيط جدا بتيجي لحد عندهم عشان تسألهم، وفي الآخر أنا أخدت ايه؟ ما خدتش حاجة خالص. تقدر تقولي مين دلوقتي اللي ضرب أبويا بالرصاص؟ مين تقدر تقولي خطف تمارة؟ تعرف تقولي تمارة عايشة ولا ميتة؟ ودلوقتي مين اللي مصمم ان هو ينهي حياه ابويا لصالح مين والمين؟ طول ما في حاجات مستخبيه عليا انا مش هقدر اوصل لحاجه. كل ده في حاجات مستخبيه عليك؟ ده كل حاجه قدامك بخيالي. انا لغايه دلوقتي بتكعبل في معلومات طول ما انا ماشي في طريقي، زي مثلا المقنع اللي كان في اوضه تمارا عمال يدعبس وكان عايز يقتلك لولا ان خطيبك السابق انقذك منه في اخر لحظه. مش عارفة، حاسة إن حضرتك مش بتحقق في قضية شروع في قتل وسطو مسلح وخطف، وأدي كمان بالمرة سرقة جهاز طبي. أمال حاسة بإيه؟ حاسة إنك بتكتب عننا رواية. أنا
انت ايه زفت اللي انت عملته ده؟ ده لو محامي مبتدئ ما كانش عمل اللي انت عملته. هو مش حضرتك اللي امرتي عشان نحقق اللي حصل؟ انا قلت لك تعمل تحقيق داخلي جوه المستشفى، مش تروح تعمل لي محضر والاقي واحد فرع علوز وكيل نيابه نططني هنا هو كل يوم عمال يستشير وعمال يسال في كل الناس. دي مستشفى كبيره وليها سمعتها، مش معقوله كل اللي يجي يلاقي شرطه وما يلاقيش ممرضات ولا دكاتره. انا اسف فندم، واضح ان انا فهمت غلط ولا بخت. طب وحضرتك بقى وصلت اللي انا عايزاه؟ لغايه دلوقتي لسه. وانا مطلوب مني استنى قد ايه؟ انت هتقف وتخطف في خلال ساعات تجيبهولي. حاضر حاضر يا فندم. بقول لك ايه؟ اتفضلي. هي الست الفاتوره بتاعتها وصلت ل 150,000 جنيه، ايه اللي حصل؟ هي هتخرج النهارده يا فندم، وانا ناوي اتخذ كل الاجراءات اللي انت بتقولي بيها حضرتك. لا لا لا، خليها لغايه ما تتعالج واعتبر ان الفاتوره اتدفعت. ها؟ تحت انهي بند دي يا فندم؟ تحت بند الانسانيه. الإنسانية؟ الإنسانية؟ أيوه. الإحساس، الرأفة، ربنا. أيوه. أنا هكتب لك شيك دلوقتي تديه لصفوت وهو هياخده من حسابي الخاص. أوكي. مالك مبرق ليه؟ تحت أمرك. ما شفتش الإنسانية بتاعتي أنت لسه جاية ولا جاية لك؟ حاضر. اتفضل. شكراً. يعني مفيش حد ظهر لنا من مصلحته انه يهدد حياه دكتور زايد. مفيش كاميرات مراقبه تورينا مين دخل ومين خرج. محدش عايز يتهم حد او على الاقل يشك. انت بقالك قد ايه بتشتغلي في المستشفى الغريبه دي؟ واجابه السؤال ده هتفيد برضه في التحقيق؟ حتى لو مش هتفيد اعتبريه سؤال شخصي. شخصي؟ بمناسبه ايه؟ انت حاده معايا كده ليه؟ والله انا كده. أنا حرة، أنا حادة، مجنونة، عبيطة، أنا حرة يا سيدي، دي حاجة تخصني أنت مالك؟ بس أنا أشك إن أنتِ بتتعاملي كده مع كل الناس. وأنا أتعامل معاك ليه أصلاً؟ بص أنا غلطانة إن أنا واقفة أتكلم معاك، وأجاوب على كل أسئلتك دي، عايز تستجوبني؟ جيبني بقى عندك في المكتب ويكون المحامي بتاعي موجود، وتبقى تسأل الأسئلة اللي أنت عايزها، أنا مش فاهمة إيه الحشرية دي؟ حشرية؟ والله ده أقل وصف يتقال لحد بيكذب. أنا بكذب؟ أيوه. أنت مش قلت إن أنت ابن السفير أحمد العطيفي؟ أنا سامي أحمد العطيفي. يا ابني كفاية بقى. يا ابني على فكرة احنا لو فضلنا نتكلم مع بعض كتير هتسمع كلام مش هيعجبك خالص. طب تحبي أوريكي بطاقتي عشان تتأكدي إن أنا سامي أحمد العطيفي؟ مش محتاجة أشوف حاجة. أنا سألت باباي وقال لي إن السفير أحمد العطيفي ما عندوش غير بنتين والاتنين بره مصر. يا ظريف. ظريف مش مهم، مادام سألتي باباكي تبقي مهتمة، ده اللي يهمني. سافا لاتت، انت بتتكلمي بصفتك ايه؟ بصفتي صاحبة اختك اللي احنا لغاية دلوقتي مش عارفين هي فين، وبصفتي اتربيت تحت ايد عمك اللي ما ينفعش تكلميه بالطريقة دي. عمي؟ أنا ماليش أعمال. هو فعلا ما ينفعش يبقى عمك يا عالية، عشان انت لو تعرفي قيمة وثقافة الراجل ده عمرك ما تتكلمي معاه كده. الراجل الأهبل المتخلف ده. الراجل ده هو اللي مربيني أنا وتمارة على فكرة. عشان كده. عشان كده ايه؟ عشان كده مخك باظ. تمارا عمرها في حياتها اصلا ما فكرت تفتح السي ان ان، دلوقتي بقت مناضله وانتوا عمالين تنفخوا فيها. تشي تمارا، تشي تمارا، تشي تمارا، خليتوا تصرفاتها كلها غير مسؤوله. وعلى فكره انا ابتديت افكر ان اللي حصل لتمارا ده منكم ومن كل اللي بتعملوه ده. انت عارفه الوحيده اللي بتموت في كل ده مين؟ مين يا ترى؟ انا لانها اختي. ما اعرفش جعانه ولا شبعانه، بتتضرب بتتعذب، انا كل يوم بيفوت عليا ومش مطمنه عليها، ده بيموتني. اما انت ما تنسيش بقى ان تمارا هي اللي جابتك هنا، وانا المديره وانا اللي شغلتك وممكن افيدك. انت بقى تفتكري ان الكلام اللي انت قلتيه الجميل ده يفرق معايا يا عاليه؟ تعرفي عني يعني ان انا بتهدد؟ انا ولا يفرق معايا المستشفى بتاعتك دي ولا البوزيشن الفظيع ده، وعارفه كويس قوي ان تمارا هي السبب ان انا اشتغل هنا. بس اللي زيك يا عاليه لو مش عارفه ان انا بشتغل قد اللي باخده 10 مرات ما كنتش ولا اديتيني ولا مليم احمر ولا كنت شغلتيني هنا اصلا، اوكي؟ ما عندكيش حاجه يعني لله وللوطن، وكلنا عارفين الكلام ده. فبالتالي لو انا مشيت دلوقتي مش انا بس اللي هبقى خسرانه يا علي. عايزه تمشيني مشيني. سناء من فضلك اتفضلي دلوقتي. يا دكتور احنا كده انت عارفه ايه مع الراجل. ارجوكي شوفي هموت خلاص، هتشل هتشل من تمارا وكل تيفانزا يا غت. عن معاكي انت برضه مصر تعلمها لي؟ هتتبسط. حازم فؤاد نور الدين، حصل حريق في مبنى الجهاز فاضطر ينط بعد ما النار حصلت، وقع على سقف عربيه، حصلت له حاجه كده زي فقدان ذاكره مؤقت.
انا عارف يا هاني ان انا رحت امريكا وانا عندي 14 سنه، يعني نص خواجه، بس سنه واحده تعيشها في مصر تخليك حاسس انك فاهم كل حاجه وفي نفس الوقت مش فاهم اي حاجه. انا عارف القضايا دي ازاي بتتطبخ، بس يعني يا جماعه مش كده. ممكن يكون حد رماه من الشباك بغرض قتله. طب وليه ما حاولش يقتله بعدها؟ وليه هو بيساعد خطيبته سابها؟ انت عارف يا هاني اللي بيضايق الواحد وبيعطله في شغله هو شويه الاسئله دي اللي ملهاش ردود. خلي بالك القضيه دي مركبه ومش سهله يا سامي. تعالى كده. ماشي. طب ومحمود؟ محمود راجل غامض قوي، شخصيه بوهيميه كده، تحس انه مش عايش. هربان من السجن من 28 يناير. اتسجن ليه؟ اختلاس. بيحب الفلوس؟ خالص. محمود اخر حاجه تهمه في الدنيا الفلوس، بس هو بيبقى عايز الفلوس عشان يعيش كويس زي ما كان عايش قبل كده. ايه ده؟ طب ضحكني معاك. شكلي هصدق كلام عاليه. مش قضيه ولا حاجه، احنا عايشين في روايه حوالينا شخصيات غريبه. عايزين نشوف محمود ده. اعتبره حصل. علي انا عارفه ومقدره كويس قوي الظروف اللي انت بتمر بيها من ساعه الحادثه، بس انت لازم تاخدي بالك من صحتك اكتر من كده. حنينه من ساعه اللي حصل لو نمت نص ساعه دي تبقى معجزه. خلاص برج من علي هيطير، ما بنامش خالص، حتى لما جيت هنا مش عارفه انام خالص. انت بتلمحي بقى انك عايزه تمشي من هنا ولا ايه؟ لا مش بلمح، ده قرار. وانكل شوكت قال لي ان الحراسه الجديده دي تمام التمام التمام، فبتقل ايش عليا. وتفتكري يعني ان الحراسه دي هتمنعه عنك؟ ومين ده؟ انت عارفه. حنين لو كنت تقصدي حازم فانت عارفه كويس قوي ان اسمه بينرفزني وما بطيقش البني ادم ده، وانا اتخطبت له عشان بابي ضغط عليا، ولولا ان بابا ضغط عليا لو كان اخر راجل في العالم انا كان لا يمكن ابص له. يا عليا حنين انا واحده ست زي كل الستات، محتاجه احب، محتاجه اتحب، محتاجه يتقال لي كلمه حلوه، محتاجه يجي لي بوكيه ورد في الفالنتاين، محتاجه حد يقول لي انت زي القمر. ازاي انت مش عارفاني؟ فاهمه يا عليا. انا اسفه لو لو لمحت الحاجة يعني ضايقتك ولا حاجة، بس بصراحة بقى أنا قاعدة مستنية إن أنتي تفتحي معايا الموضوع وتحكي لي عن تجربتك، بس أنتي مش بتتكلمي، وأنا حاسة إن أنتي لو اتكلمتي معايا صدقيني هترتاحي. أتكلم عن إيه يا علي؟ أتكلم عن تجربة جواز أقل حاجة تتقال عليها إن هي فاشلة. اتكلم عن واحد ابسط حاجه عملها ان افقدني احترامي لنفسي قبل حتى ما افقد احترامي ليه هو. يا عليا ده قتلني، خلاني بقيت من غير روح عشان لا انفعه هو لا انفع اي حد تاني. اسمعي بقى، انتي ست زي القمر، ومش معنى ان انتي مريتي بتجربه فاشله مع انسان فاشل فان كل الرجاله كده. انتي هتحبي وتتحبي، واكيد في يوم من الايام ربنا شايل لك حد يقدرك وتجيبي منه بيبي وتعيشي حياه سعيده، لكن ما ينفعش ان انتي تفضلي عايشه في الماضي بالطريقه دي. انتي المفروض تعملي ديليت للقصه دي خالص وتفتحي صفحة جديدة في حياتك، مش أي حد يدخل في حياتك بطريقتك تطفشيه. بقول لك إيه يا كومبريسور؟ قول يا باشا. أنت شفت الفيديو اللي أنا وريته لك ده قبل كده ولا دي أول مرة؟ مفيش بيت في مصر يا باشا ما شافش الفيديو ده. تمام. طب تعالى نقعد بقى علشان أفهمك أنا عاوز منك إيه. أمرك يا باشا.
احنا دلوقتي امسك مقفول يا باشا، بدأنا الشغل اللي بجد. المطلوب منك ان احنا نوصل للبت دي ونرجعها تاني حية، فاهمني؟ حية حية يا باشا ان شاء الله وترزق. تمام. استاذنك بس يا باشا كده كنت عايز. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حاسب يا عم التليفون لسه جديد بدل اللي اتكسر. انا اسف يا باشا كنت عايز ارجع حته بس كده عشان قول لي انا وانا ارجع لك. قول لي مش تمد ايدك على تليفوني. عمرك تعبيط يالا؟ عمرك يا باشا اهو الفيديو من الاول اهو جري سيكا كده اهو سنه كمان عند العربيه دي. دي عربيه الملثمين اللي خطفوا البنت. العربيه دي نعرفها يا باشا وعارف مكانها فين واكيد البت معاها. بقول لك ايه يا كومبريسور، انت عارفني كويس وفاهمني من زمان، انا شغلي ما فيهوش غلطات، انا الغلطه عندي بجون والله. انفخك انفخ يا باشا، وانا عمري جليت معاك في اي حكايه. ما نشوف. قول لي الناس دول مين؟ دي عصابه المعلم كازماني، دي عربياتهم الاسلحه الاسرائيلي اللي معاهم، دي طريقه خطفهم للنسوان. بس بس هي انت في تفصيله كده مش فاهمها. ايه؟ معلم كزماني ورجالته ما يطلعوش على لقطه يعني فيها شويه فلوس وعلب عصير، حكايه بتاعت عيال صغيره. طب ما يمكن تمويه. جاهز يا باشا، انت خبره برضه وقدره. الناس دول مكانهم فين؟ بالبيس. بالبيس؟ ماشي. خير؟ انت جاي تطمن على بابي ولا تطمن عليا؟ واطمن عليك ليه؟ بنت خالتي مثلا؟ لا، بس انت اخر مره شفتني فيها قلت لي ولعي والحمد لله لسه ما ولعتش. بقول لك ايه؟ جو توم وجيري ده بقى خلاص كفايه عشان انا صدعت، ويلا بينا بقى عشان لازم نخرج حالا. انت شارب حاجه؟ ليه؟ شايفاني ناكل شعري وبجري ورا عربيه الرش ولا ايه؟ لا، هف على دماغك، ما انا كل ما بهف على دماغك بتجيلي علشان يا حرام تاخدني نخرج مع بعض بحجه ان احنا بندور على تمارا. عليا اهمدي شويه، اهمدي يا حبيبتي. انا عرفت مكان تمارا فين، يلا. يا سلام يا سلام. طب اقول لك على حاجه عليا، اولعي تاني يا عليا. سلام. يا يا باشا. يا حودة يا حودة، انت فين يا عم بقى؟ والنبي بلاش الجو ده يا حودة. ايه ده يا زكريا، انت بتعمل ايه؟ وديت دكتور محمود فين؟ يعني ايه وديته فين؟ لسه داخل اصلا دلوقتي زيكم بالظبط وبدور عليه. يعني ايه هو زي يخرج وهو في حالته كده؟ ايه ده، يبقى خطفته ولازم نبلغ عنه. مين دي اللي خطفته يا عم؟ انتوا في ايه؟ حودة اصلا ممكن يكون اتقبض عليه، انتوا نسيتوا ان انا وهو هربانين من السجن مع بعض. فين محمود الهاتم يا ابني؟ يا حودة هاتوا لي الواد ده بسرعه. تمام يا حازم باشا. وصلنا؟ وصلنا. هو مفيش طريق غير ده؟ ده اطلب طريق يا حازم باشا، هاتي ايدي. لا لا ميرسي، انا هعرف اكتر. ولعي. وحشتنا. المطلوب ان احنا نشوف العربيات وسط الحوش، ولو طلعوا هم نتوكل على الله ونغفلهم. شوف هات الكاميرا. تمام. وطي صوتك. امسك حازم. ايه؟ العربيتين دول هما دول اللي خطفوا تمارا. طب استني نتاكد من الفيديو. نتاكد من الفيديو؟ خلاص نعمل فيديو الف مره. هما العربيتين اللي اخدوا اختي. عندها حق حازم باشا، هما وهي شوافه
وانا قايلك قبل كده نظرتي ما تجليش. انت مش تطفيني؟ انا بقى اللي هروح اقضي عليهم 10 نقط. تعالي هنا. بقولك ايه؟ ايدك. بقولك ايه؟ بلاش تعليك والمصحف همد ايدي عليكي. انت عاوزه تخشي على عصابه مكونه من 5 لـ10 تيران ومسلحين كمان بمسدس المايه اللي في ايدك ده؟ اسمعي، دور انجلينا جولي اللي انت عايشاه ده لا وقته ولا مكانه، ده بجد مش بنصور فيلم. حازم بلا حازم بلا زفت، همد ايدي عليكي بقولك. وانت يا اخي ما عندكش ريحه الدم، اختي مكتوفه جوه وانا عارفه مكانها، اعمل ايه؟ مش عارفه. لا ولا حاجه، مش هنعمل اي حاجه، احنا هنخش على الرجاله نشرب معاهم كوبايتين شاي على الفحم ونتغدى زفر وناخد اختك ونخرج. لا يا روح طنط، انا قاعده هنا اهوت ومش همشي غير باختي. تبقي عاوزه تنتحري، افهمي بقى، بلاش عبط. ما تقوليش ان احنا هنبلغ. انا قلت ان احنا هنبلغ؟ انا بقول نمشي دلوقتي نفكر في خطه صح ونجيب الرجاله الصح ونيجي، مش عبط هو؟ مش واحده متفرجه لي على فيلمين اكشن جايه تنفذهم لوحدها؟ طب انا دلوقتي مش فاهمه اي حاجه، هنعمل ايه؟ هنمشي يعني؟ ايوه هنمشي. بعد اذنك يا حازم باشا، ست الكل، احنا مش جايين ناخد اختك من درس، يا ريت نسمع كلام حازم باشا ونقلب من هنا عشان ما تحطش علينا. طب يلا يلا بقك ده يلا. درس؟ هما دول اللي هيجيبوا لاختي؟ قدري. اتفضلي يا حضرتك، اتفضلي. جبتك يا عبد المعين. اتفضلي. ما انت اديتيني ايدك اهو. تعال. مغصوبة. والله جنتيل، فتحت لي الباب. اي خدمة. تتقدم. ميرسي جدا على القهوة رويال. أتمنى تكون عجبتك. عظيمة جدا طبعا. بص يا علاء، أنت أكيد عارف قيمة نفسك صح وبتطالب باللي يقيمك صح في سوق الحياة. وأنا على ثقة ويقين إن حضرتك هتقدريني صح زي ما أنا مقدرك صح. أكيد طبعا. بدليل إن أنت هنا من غير صحابك. وبدليل إن أنا مقدرة طموحك صح. بس طموحك ده لغاية فين؟ لحد ما حضرتك واقفة. إنما تعداكي لا. فهمت اللي أنا قلته لك كويس؟ أوامر يا باشا. اللي أنا قلته لازم يتنفذ بالحرف الواحد وإلا هنضيع كلنا. خلصنا ومع حصانة يا باشا. أما نشوف، ربنا يكرمنا يا رب. يا كريم يا رب. بقول لك ايه؟ امسك. ايه ده؟ ايه ده؟ لو ما خدتهمش نصهم هيروح لاي بلطجيه يعملوا لي اللي انا عايزاه. امسكي. ما بلاش غشامه بقى. اختك في خطر حقيقي، احنا مش بنهزر، لازم نفكر بعقل عشان نعرف نخرجها من الورطه اللي هي فيها. It's not your problem، بعدين دي اختي انا، وعارفه انها مخطوفه ومحتاجه مصاريف، وبعدين انا ما اتعودتش ان حد يصرف عليا. عاليه، رجعي الفلوس عيب. طب انت يا بتاع، يا بتاع انت، خد امسك انت. مستحيل طبعا. ليه بقى؟ بوركوا؟ لا مش بتشتمك، لا هي تقصد تقول لك ليه يعني. ليه؟ ليه؟ ما باخدش فلوس من واحده ست وما تصغرناش، دونت سمول اس. ان شاء الله الست. عاليه عاليه عاليه، كبري دماغك، انا عارف دماغه كويس قوي، مستحيل هياخد منك اي حاجه. انت خلاص مستغنيه عنه؟ هاتي يا حبيبتي، هاتي، خدي. يا باشتنا يا عم الكل. ما انت خدتهم واحده ست اهو. ده باشتنا.
سيد الناس. بقول لك ايه، هو البتاع ده والحاجات الغريبه دي هتقدر على التيران المسلحه اللي احنا شفناها هناك دي؟ والله دلوقتي بقوا تيران مسلحه، ما هم كانوا عصافير من شويه ودخل لهم بمسدس الميه بتاعك. It's not very funny by the way. عليا الرجاله دي رجالتي، يعني انا لو مش واثق فيهم يعني معناها ان انا مش واثق في نفسي اساسا. رجالتك وبرضه رجلي على رجلك. يا ست الكل ان شاء الله جاي معانا؟ ايوه طبعا جاي معاكم. امال ايه؟ مش لازم اعرف انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ تعالي هنا. ايه تعالي هنا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مفيش مجاية طبعا، انا مش هسيبك تعرضي حياتك للخطر. فكواطا حس بيا يا اخي، دي اختي ومخطوفه وانا عارفه مكانها. انت عارفه ان كل دقيقه بتعدي عليا انا بحس بايه؟ انا جايه معاك يعني جايه معاك. اكيد حاسس طبعا وفاهم ومقدر. حد قال لك ان انا ما عنديش دم؟ خلاص بقى هحاول لك في الموضوع. خلاص غصبا عنك جاي. ابو حلاوتك المقرف ده، عارفه يا اختي ايه هي كومبريسور؟ باشتنا ان شاء الله الطلعه دي ميري ولا اهالي. ليه يا لحد قال لك ان الجهاز اتخصخص؟ لا لا مؤاخذه يا باشا، بس انا شايف ست الكل هي اللي بتصرف وفي حاجات كده بتحصل مش فاهمها. انا اسف يعني. منك لله يا عليها. بص هو انا مش المفروض ان انا اجاوبك، بس انا اقول لك عشان انت حبيبي يعني. الله يبارك لك يا باشا، انا اسف لو تعديت الحدود دي يعني. بص يا كومبريسور، احنا زي ما تقول كده طالعين منهكين، خصوصا بعد اللي حصل في الثوره واياميها، انت فاكر طبعا؟ اه طبعا. فيعني مش شغالين بطاقتنا كلها، شغالين بنص طاقه، يعني تقدر تقول علينا منهكين. منهكين. احنا ايه؟ منهكين طبعا. بس كده. تمام. فهمت انت كده؟ فهمت. اي حد يسالني انتوا منهكين. منهكين على طول. صدر له منهكين. تمام ماشي. ماشي. عن اذنك يا باشا. ربنا يشفي. زي ما شفنا في المعاينة في 500 راجل من دولت واقفين مترشقين في كل حتة ومن فوق النصر فوق الأسطح دولت عن الشغل. اوكي؟ كل واحد فينا هيبقى مسؤول عن بعض الناس. عليا هتبقى في ايدي. ايوه هتبقى في ايدي. اظن كده بقى الخطة وضحت وكل واحد عارف هيعمل ايه بالظبط. مش عاوز غش ولا ابتكار ولا حد يبتكر كده من خياله. اللي انا قلته بالتحديد هو اللي يتنفذ. مفهوم ولا ايه؟ مفهوم يا باشتنا مفهوم. انا عايزك بقول لك ايه يا كومبريسور، هي العيال دي هتسد ولا هيلبسونا في حيطه ولا ايه؟ لا يا باشا، الرجاله دلوقتي في وضع تركيز، هم دلوقتي مركزين عشان عارفين ان شاء الله بكره بالليل هنعمل اللقطه اللي سعادتك قلت عليها دي. مش كلها كابس عليها النوم؟ كابس. اهو وغير كده كل الرجاله دي ماشيه العلاج في جيبها كلها بتتعالج. مش كلها بتتعالج؟ بتتعالج. اهو علاج ايه وزفت ايه يا ابني انت؟ افهم، الناس اللي احنا رايحين لهم دولت بيسهروا طول الليل وبيناموا مع اول ضوء للشمس، هو ده وقتنا للهجوم، يعني دلوقتي. يلا بينا. صلى على النبي. يلا. يلا يا عليا. ليه كده؟ ليه كده؟ ما خدتش بالي من التليفون يا باشا. يلا بينا. يلا.